السلام عليكم مشاهدين ديال الناس، من الله تكونوا بخير على خير. المهم فيديو جديد ونهار جديد عن نهار هذا ان شاء الله. قررنا اننا نعملوا واحد الحاجه جواريه ان شاء الله، وغنبداو معكم ان شاء الله. وقولوا ما شاء الله تبارك الله معنا، غنبداو مجموعين ان شاء الله. ياك جواريه ياك فرشوا بعدا الصابون. الصابون صابونه صابونه قلت فرش معايا يلا شي عشويره. المهم ما قلتلكمش ارا ديك الماكينه سيدي. ها المهم جابنا واحد الماكينه جديده، ها هي ما قاصها حتى شي واحد. دابا غنحسنوا ليه ان شاء الله الشعر، الشعر ديالها غنحسنوا ليه. وعلاش زعما نحسنوا ليه؟ باش يتبدل الشعر وطلع شعره واعره. واخا هي صح عندها شعر واعر ما عندك ما قلت، ولكن انا يعجبني نحسن ذات دفعه 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 بيد دابا لها جبالة جديدة. قلنا قال لي نديها لعند عمه هو كيحسن، قلت له لا عيكون ولكن زعما حسنوا بها من الناس. وهذه الماكينة هذه انت عبدو عاد حسن ليا انت تحسن عرفت تحسن. شنو عندك؟ ها الريز ديال الريز ديال جدادي. شو انت هنا هذا تشوف بهادي؟ ها اجي فينا قدامي نخدم بلا سارجي ولا ضروري؟ بصح خصك تسارجي. ضروري لا سارجي خاصك فيها وانت تحسن. لا ما تسارجي. ها هي مزيونه، ارا نوريوها للمتابعين بعد. شوف مزيونه هادي انت السارجي ديالها. شوف فيها 91 دابا كتسارجي بالسارجي التليفون. يلا خرجوا هادا منين مزيونين. شوف انت هلا لا عطيها لها شي انا منطلح لها. جيب السارجي ما كازي تشبر تيري شنو عندها العروسه؟ شنو عندها؟ انت عندها العروسه؟ دابا نعملوا لها بريميرا ولا نعملوا لها دوزيام؟ انا ما طلعت لها واخا الماكينه ما طلعت لها. لا لا شوف هذا ما شوف دابا عملا ما يدوش للعيال بزاف هالسخانه والحر. طلعت لها باقا يطلع لها لا زبدت هي واحد زفت من ما قلتوش. صح المهم السلام عليكم، تحية للشباب اللي كيتبعونا من داخل أرض الوطن، خارج أرض الوطن، المغرب العربي كامل، شكرا لكم بزاف. المهم اليوم كيقول لك طير أو نطير، هاد الأفكار ديال الناس قدام الصراحة، كيقول لك من عام لعام خصك دير ياس غورين اللي كيوصلوا عام، خصك طلع لهم لا بالنسبة للكيوار ولا بالنسبة للبنيتة. أنتم ما عرفتوش معايا بنتي؟ أنا صراحة عرفت الفكرة سلمى ولكن هي بغات انتم ما عاد تشوفوا ان شاء الله بنتي. السالب ليك واعيك وعد صح مع وقيله باي بالي ما مليناش معاها تيظهر لها السالب. علاش؟ لا عادي عطيها الكاتون تقدر ما تعجبهمش نطلعها. عادي بسم الله يلاه خلينا لا جلسه هيدا لا جلسه هيدا جلسه خلاك الحال لك عنده اعدى حاجه عنده هي ما يشوف شي تفهم ما جاي تاخر بسم الله هي واحد جاي ها صارنا شي حاجة كيمي كاميرا واخ من لا شو لا تعرفش اضحك زيد اضحك والله لا يضلها باش نديتي في اليوتيوب بحال هكا دابا عاد نهار من شوفي سالي سالي هدايا سالي لا قرع.
شي اللي قطع كامل عنده شعر واعي. هي فوق دابا حبة تقطع عليه، هي انا ولادي دابا ما يبغيوش ينقص من تاع المقص، دابا هي باقا ما عندهاش الراي. انا سبق لي قطعت حمام اخر ولا شهر عندي اخر زين. هذا تخسر لي هذا تخسر ما عليك. مسكينه والله لا تحس انا قول ولا عفوية. حسن لا 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 تغيير راح 15 يناير. انت عزيز تضرب لا خلاص. لا تنسى تعاود تكملها بعد المتابعين دوش لا ضربت لك ليله واحده الدوتشي فرقت لي ربطت لك الصغار. دابا جات السبي دابا انا حبيبه وكحله باقا من بحال هذا بيض رجع بحال ورد دابا دابا او دابا رجعت السبي زيد نقول الزبيد ديال هذا الزيت ديال بسم الله ضروري حيت باش ما يدنها سير العرق ديالي ما بقاش يحطوها كاينه غير شويه بصح الزيت بلدي هذا ماشي شي حاجه لي كبرات كبرات جات معاها شتي المهم كاين الناس اللي ما يعجبهم شي الحال وكاين الناس اللي يعجبهم الحال المهم الناس اللي ما يعجبهم شي الحال داغي كيكبر هذا الشهر والله الا خوتي داغي كيكبر الناس اللي بالتجارب من نم الطفلات هذيك قال لك تطلي حبيبي انا دابا كبرت واخا ديك الساعه لا انا كبرت هذه باقا عاد تجيب الشعر جديد اه تلقى لك راه لي القرعه دابا انا عارفه هاش اللي خصها ما يدومش ومع هذيك هي دابا خصها تنعس صافي ودابا يا خوتي غنعدلو جاب لي عبد الوحيد شي صخيره كما شفتوا غنعدل لهم شي حلوه بلا كريم زعما طرطة نحتفلو تحنا ب بالقرعية شوارية هذه جديدة المتابعين ياكو هذه ماكو ما سمعتوها اليوتيوبر
المهم نحتفلوا ان شاء الله بالقروعه الجواريه. المهم جاب لي هنا البايد، هذا هو يعصبني هذيك الحلوه بلا كريم دانون، هذا عن زواق به كريمه، هذا ما نحتاجوش دابا نحتاج شي كيك ولا شي حاجه كساو جبتو حوالي نعدل فيها صافي. المهم هادي كتهز 6 د البيضات، انا غنعدل جوج منه ما 12. انتم عاد تشوفوا ان شاء الله حيت ما معيش اللي يصورني دابا. هادي باتفين، هادي باتفين تعدني ماشي بحسيني اخرى اللي لقيت الاولية. يلا وبينا المتابعين، يلا هقول لي دابا انت الراجل قولي كيف جات هادي طرطا. انا قلت غنخلي الفينيسيون تاجي انتي. يلا كيبان اسمع يلا لقيت العيال اكلم الهوت جاي فاعل شنو هذيك الطرطية قيد لها من القاع؟ اه لا هذه واحد اه طب اه عرفت شو قد تجس؟ شوف جيبوا شي جاو القصاب وقي واحد القصبانة حدا راه فيها حدا راه فيها حدا في الوسط باش يجي ليها الميكا. المهم حنا كنصبوا الحاجة بدون الحاجات بدون اللوازم مكونات اللوازم مكونات اللوازم شنو ما ماكش شي الحلويات بحال هكا بالكريم بس ما غير بيدنا لو كان عندنا ديك الزواق وزواق نزام. المهم ولكن جات واعره والما تقوى النسمة النسمة عاطية دابا. المهم شي نهار يكون عندنا الوقت وغنشارك هكا معاكم من الاول حتى الاخر صح. بابا قال ديك الشيء والبيض وخلاص فيها 15 كيلو شحال هي الكيلو خاص هذيك فيها 5 هذيك فيها 5 كيلو غناكلو حنا والحومه ان شاء الله. هني هنا مدرسه تاش باين هاي هاك امك هاك هاك امك دابا كصات شمع وماريا مش مقول لك الشغل ديالها خميتي واد شكون هذا هذه هي الكريمه كريمه شنتيني واش هي شاطله حسام صوتك راه خلاوه باش نقيو عليه هذه وهذا باش ما حكيت تمشي ولا خليت ميتها زعما قرقكم من الزواقيته دابا خصك تكتب فيها نكتب فيها جويريه القرع نحتفلوا بجويريه القرع النهار قرعنا له ونكتب له جويريه ونحتفلوا هذه خرجت عاود اختكم سم احتفال بالقروعيه جديده كان حفلة الطلاق دابا حفلة القرعية كاين حفلة العزوبية اه كاين حفلة الطلاق لا ماشي الطلاق والله كاينة بالله انا شفته يا الوقت يلا نقيوها في النبيرات بربي يلا تقلع الفريق ويكون تنسجم تنسجم المقاطع في النبيرات نطلعوها للنبح ها الفريق ها هو ما خدمش شوية